جزاكم الله خيرا. سؤال هذا المستمع، وهو أنه كثير الوسوسة إذا ما دخل الحمام. أما الوسوسة إذا كثرت على الإنسان فهي من الشيطان، فلا يلتفت إليها، بل عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان ويمضي في عبادته من وضوء أو صلاة أو غير ذلك، لا يلتفت إلى وسوسة الشيطان، بل يستعيذ منه ويرفض الوسوسة ولا يلتفت إليها، ويكمل صلاته ويكمل وضوءه وطهارته. وإذا وسوس له بانتقاض الوضوء فإن الأصل الطهارة والحمد لله، واليقين لا يزول بالشك. نعم.